السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم حرشه ديال الدره، كتجي زوينه بزاف، ما كتلصق ما كتفرتت، كتجي يعني بحال الحرشه ديال السميده وسهله. هنايا عندي زلافه ديال السميده ديال الدره، السميده ديال الدره ولا الطحين ديال الدره. هنايا زلافه ديال السميده البيضاء والسميده الصفراء، يعني زلافه مخلطه بهم بجوج. كدير شويه ديال الملحه، معلقه ديال سنيده، تقدروا الحلاوه الا ما كتبغيوهاش تقدروا كاع ما ديروها، ولكن باش كتحمرنا وكتجي زوين. من بعد ما درنا كاع المكونات كنحاولوا نخلطهم. بالنسبه للخميره الحمراء، يعني الخميره ديال الساشيه، الا بغيتوا تضيفوها كتضيفوا واحد شويه، وكيبقى اختياري. يعني انا كنفضل انني ندير الحشره ديال الضرب اللي بها باش كتبقى يعني بلديه وصافي. المهم انايا خلطت كاع المكونات باش ما كتبقالش الملحه في جهه وسنيده في جهه. ضفت شويه ديال الزيت، زيت ثمن نص كاس ما عامرش، يعني ربع كاس زيد عليه شويه، وباش كنعرفوا يعني الا درتو اكثر مني القياس اكثر مني، كانت عندكم مقله كبر منا كتحسوا ان السميده يعني تزيتات، ما كتبقاش ناشفه، تزيتات القياس اللي زيته، ما يبقاش الزيت خارج، يعني الزيت كتحسوا بالزيت بزاف وما تحسوش انها ناشفه، كتحسوها انها تبدلات شويه. ومن بعد كنضيف الماء. انا هنايا ضفت الكاس الاول، الكاس الاول ثمن الكاس ديال العنبه، وبقيت كنزيد شويه. المهم ما تخليوهاش ناشفه بزاف، تخليوها تاخذ الماء، يعني تحركوها باريحيه ملي كنتو كتحركوا في الخليط ديالكم. وانتم كما كتشوفوا راه كيبان الماء بحال بقى من فوق، وما تخافوش راه كتشرب، تعاود تشرب ديك الماء حيت كاين فيها السميده، والسميده ديال الدره اصلا كتشرب. هنايا من بعد ما دهنت المقله ديالي اللي غنطيب فيها، المقله الثقيله دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده البيضاء، داكشي اللي بقى لي من المقله عاود رشيت به يعني الخليط ديالي من الفوق، عاد كبيته في المقله وكنبدا كنطلق فيها الطريقه عاديه. تقدروا ديروها حتى حرشه صغار كيجيو زوينين، ولكن انا كنفضل هكا، كتجي سريعه وكتجي حتى هي زوينه. الا كان الواحد عنده ضياف ولا شي حاجه يقدر يدير داك الحرشات الصغيره، حتى هما كيجيو زوينين وحلوين. صافي، هنايا من بعد ما طلقتها انا كنرققها باش كتعجبنا. المهم رقيقه، تقدروا تغلضوا اكثر تقدروا ترققوا، يعني متوسطه كتجي هي هذيك. صافي، هنايا من بعد ما طلقت عيني عاودت كنقاد الجوانب ديال الحرشه بالمعلقه ورشيت السميده البيضاء حتى هي من الفوق باش كيصلح لي انني نطلق على خاطري. من بعد باش كنتفاد انه يبقاو لي داك الاثر ديال الصباع من الفوق، كنجيب بحال هادي هاد سباتولا اللي كنهزو بها وكنبدا نضغط بها. في نفس الوقت كتقادلي حتى السطح ديال الحرشه، ما كيبقاش شي طالع شي نازل. صافي، من بعد كنطيبها على عافيه متوسطه، ما تكونش ناقصه وما تكونش مجهده بزاف، حتى كتحمر على الجهه كنعاود نقلبها على الجهه الاخرى وصافي. هذا هو القياس. انا حنايا كتعجبنا محمره، داكشي علاش كنحمر شويه وصافي. كنقطع راه كتجي زوينه وهشيشه ورطبه، زعما ما واخا ما فيهاش الخميره ما كتجيش قاصحه. بالنسبه للحرشه الدره دائما كتجي هشيشه. ونتمنى انا تعجبكم الوصفه، هذه الوصفه راه بسيطه ما فيها حتى شي حاجه، ولكن نتمنى انها تعجبكم وتزعموا على انكم تجربوا الحرشه ديال الدره، راه كتجي صحيه وكتجي الصراحه حتى هي لذيذه. هانتوما السمك ديالكم كما قلت لكم، انا ما غلطتش بزاف ولكن جات هي هذيك. هنايا مهم في الفطور كنخدمها بشويه زيت، الزيت بالديه ومع كويس ديال اتاي، وبالصحه والراحه نتمنى انها تعجبكم.